والآن وقفة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. مرة أخرى رغدة أبو ليل. شكرا لكم دينا وسحر. والآن فمع أحوال الطقس. تتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 30-21، الطقس حار، الإسكندرية 28-22، الطقس هناك مائل للحرارة. مطروح 27-21، بورسعيد 28-22، الإسماعيلية 31-21، ننتقل إلى السويس 32-22، العريش 29-22، طابة 32-24، شرم الشيخ 37-26، الغردقة 35-25. بالنسبة للأقصر 39-23، أسوان 41-25، الوادي الجديد 35-23، شلاتين 38-25، أخيرا حلايب 32-26. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية.